يا اخو ما تدخلش يا اخو ما تدخلش. شيخ قدامك كوتش. لدي معلومات جيدة على فريق شباب لوزدادة، تابعته قليلا، هو فريق جيد ويلعب دوري أبطال إفريقيا. أعرفه لأنني أمضيت سنتين في تونس وتابعته من قبل، والآن هو في الربع النهائي. الأهداف واضحة، البطولة والمرتبة الأولى ومحاولة الفوز بالكأس والذهاب بعيدا في دوري أبطال إفريقيا، نصف النهائي ولما لا النهائي. لدينا حظوظ كبيرة ونملك فريقا جيد ولاعبين في المستوى. تواجده في هذا الدور الذي يضم أفضل الأندية الإفريقية ليس صدفة.